أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ذهب جماعة إلى البر وصلوا الجمعة في البر، هل يجزئ ذلك عن صلاة الظهر؟ لا، هذا باطل ولا يجوز، ولا تقام صلاة الجمعة في البر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها ما كان يقيم صلاة الجمعة إلا في الحضر في البلد. نعم.